تحسن. هنا يوسف البلايلي، يوسف يوسف، جول جول جول. هو الخطر، هو الخطر مع الملك القطراوي. نعم يوسف البلايلي هو الذي صنع الهدف الأول، وهو الذي تحصل على الركلة الجزائية، وهو الذي ترجمها بنجاح إلى هدف ثاني وإلى تعزيز بثاني الأهداف لنادي قطر في هذه المباراة. وبالتالي يا يوسف، وما الذي يفعل يوسف، وما الذي يقدم يوسف، وما الذي يقدم نادي قطر في هذه الفترة؟ الملك عاد، الملك القطراوي عاد. نعم عاد، عاد لينثر سحره ومتعته وكل ما يقدم من كرة جميلة. فعادت جمال.